رجل يقول طلقت زوجتي طلقة أولى رجعية، وفي مدة العدة وقبل مراجعتها قلت لها أنت طالق مرة ثانية، ثم قلت لها أنت طالق ثلاثا، فما حكم هذه الصيغ؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت في العدة أو خرجت منها؟ المرأة في عدة الطلاق الرجعي كالزوجة، يقع عليها الطلاق، وبهذا تكون طالقا طلاقا بائنا بينونة كبرى، والحكم معروف. أما إذا قال لها ذلك بعد انتهاء العدة فلا أثر لكلامه مطلقا، والله أعلم.